هنا سؤال: أنا أعمل في مطعم ويأتي عندنا الكثير من الزبائن، فهل إذا أعطاني أحد الأشخاص إكرامية أخبر صاحب العمل بها؟ هذا مثل السؤال الذي سئلنا عنه قبل قليل. ما دمت تعمل أنت موظف في مكان أو شركة، فأي مال يأتيك ليس لجيبك، وإنما مآله إلى صاحب العمل. إما أن يأخذ صاحب العمل، وإما أن يقول له تقاسمه مع زملائك وإخوانك، وإما أن يبقيه عندك. وفي العادة أصحاب العمل يجعلون ويخبرون هؤلاء القوم بماذا يفعلون. والمشتهر عندنا مثلا في الأردن وغير الأردن أن المال الإكرامية توزع على جميع العمال، يعني ليس فقط الذي يقدم الطعام، طب ما في اللي طهى واللي حضر واللي نقل. الذي قدم واحد، لكن سبقه ايش؟ اشخاص. وبعدين في اللي بينظف، وفي اللي بيستناك عباية الخلاء، واللي في كل هؤلاء مجموعة كل يعمل. فأنت ستعطي واحدا هذا الإكرامية، فإلى أين تذهب هذه الإكرامية؟ تذهب وتوزع على الجميع، يجعلونه في صندوق كل شيء يجمع ثم يتقاسمونه فيما بينهم. هذا العرف. أما القرار النهائي هو لصاحب العمل.